مساك الله بالنور اخي سعيد، والمره تحول الحديث عن كرم الضيافه الى تحدي الاهازيج الشعبيه. معنا الاخوه العمانيين اثنين، مرحبا، ومعنا مجموعه من الشباب العراقيين ايضا. الشباب معهم ايضا مجموعه من الاهازيج. نبدا نسمع، خلونا نسمع الاهازيج. نسمع الهوسات العراقيه. شعار سيف والخنجر عماني، شعار سيف والخنجر عماني، وشعار سيف والخنجر عماني. يا هلا وميه اهل بهل عمان طيبين، نورتونا والله بديرتكم الثانيه. نبي نسمع شيء عراقي الان. احنا اسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا اسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا اسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا اسسنا. معلش حنعرف ان انتم اللي اسستوا الملعب وانتم بتلعبوا فيه ونحن بعد بنلعب فيه، لكن ان شاء الله حنبين شذ البطوله. ان شاء الله توفيقكم في المباراه القادمه، وان شاء الله التوفيق. عمان للعراق، عمان للعراق، عمان العراق، العراق ان شاء الله. طيب خلونا ناخذ توقعاتكم لمباراه مباريات الغد. بكره معنا مباراه اولى راح تلعب عمان مع اليمن، والمباراه الثانيه التحدي الكبير بين السعوديه والعراق. عطنا توقعك لمباراه عمان واليمن. عمان واليمن اتوقع الله اعلم 2-0 عمان. 2-0 2-0 عمان ان شاء الله. زين، انتم اعطونا توقع نتيجه مباراه العراق والسعوديه. ان شاء الله العراق 2-1. 2-0 العراق ان شاء الله. 1-0 العراق ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله. السعوديه؟ قال 3-0، ما قال من، يعني السعودية. من ساعة كنت تعمل يعني بعض الأهازيج كانوا هم يردوا عليك، سمعنا. أهازيج عراقية عاد، من عندكم العراقيات؟ يلا يا أبو حميد يلا. ما أسرع، لا شوف. عماني والله لو لعب شوفه شوفه، يضرب الحاضر بالشعب شوفه شوفه، عماني عندنا هداف شوفه شوفه، كل الفرق منا تخاف شوفه شوفه. طبعا هذا الحماس مستمر مثل ما شايفين سعيد، وهذه أجواء تراها دائمة في كورنيش شط العرب. في أي وقت تزور هذا الكورنيش راح تجد هذه الأجواء وهذا الحماس وهذه الإثارة الجميلة لهذه البطولة. ضروري ما تنسى كرم أهل البصرة. وتحدثنا كثير عن كرم أهل البصرة. كل يوم إن شاء الله. وإن شاء وبنعيد إن شاء الله كل يوم. بارك الله فيكم. سعيد نرجع لك بصوت الصورة. شكرا لك أحمد، شكرا أيضا لهذه الجماهير، وأنت عيش الأجواء الجميلة في هذه التحديات الرائعة. وذكرك المشجع العماني بكرم الضيافة وأنت ما قصرت، يعني شرحت هذا الأمر. واستمتع يا أحمد في شط العرب والأجواء العراقية الرائعة. شكرا لك أحمد، يعطيك العافية. شكرا لزميل أحمد.